هكذا كان يبدأ يوم أحد أشهر الكتاب في فرنسا هادئا، لكنه لم يعد كذلك. فجنسية ستيفن كلارك البريطانية التي كانت تميزه في فرنسا طيلة 20 عاما قد تعكر صفو حياته. لم أفكر يوما في أنني قد أحتاج إلى الجنسية الفرنسية، لأنني مواطن أوروبي لدي الحق في العيش حيثما شئت في أوروبا. الآن الكثير من الأشخاص يفكرون في الحصول على جنسيات البلدان التي يقيمون فيها. كلارك المعروف لدى الفرنسيين بكتابته الساخرة والذي عال السياسات الأوروبية خاصة البريطانية والتي جعلته يترك بلده الأم، بات يعرف الفرنسيين ربما أكثر من بني جلدته. يقول إن نتيجة الاستفتاء قد تحدث شرخا اجتماعيا بالنسبة للبريطانيين المقيمين في فرنسا. في حقيقة الأمر، إن أزعجت الفرنسيين فإنهم سيأخذون مسافة منك. إذا قلت لفرنسي لا أريدك فإنه سيغلق الباب في وجهك. كلارك وأكثر من 200,000 بريطاني يقيمون في فرنسا بدأوا بطرح تساؤلات ربما لم تدر في بال هؤلاء الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نحاول معرفة ما الذي سيحدث بشأن الإقامة في حالة المتقاعدين، ما الذي سيحدث للتعويضات، ماذا بالنسبة للتأمين الصحي، لأن بريطانيا هي التي تتكلف بهذه التعويضات. لا نعرف هل سينضمون لنظام التقاعد والتغطية الصحية الفرنسي؟ لا نعرف. أغلب البريطانيين في فرنسا مستاؤون لأن الكثير منهم لم يصوت في الاستفتاء بعد أن فقد الحق في ذلك بسبب إقامته الطويلة في فرنسا. هذا هو الحال بالنسبة للدومينيك الذي بدأ الآن إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية لكي يضمن حقوقه التي لم يخطر له أنه قد يفقدها يوماً. أنا هنا منذ 11 عاما، كنت أفكر في طلب الجنسية الفرنسية منذ سنتين، لكن مع نتيجة الاستفتاء استعجلت الأمر. ولعل بريطانيي فرنسا أفضل حالا من غيرهم، لأن بعض دول الاتحاد ترفض ازدواج الجنسية، بالتالي سيكون على البريطانيين المقيمين في تلك الدول أن يختاروا ما بين جنسية بلدهم الأصلي أو البلد الذي أمضوا فيه جزءاً كبيراً من حياتهم. عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني الناخبين للاستفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لم يكن الكثير من البريطانيين هنا في فرنسا يتوقعون التصويت لصالح الخروج، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، وبات من الضروري أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم التي كانوا يعتقدون بأنها مستقرة. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، باريس.